زول تقول لي يا اخي اصوبي، تقول لي يا زول الله براو ما بيكفيك، بيقول لك لا الله براو ما بيكفينا الا نجيب الشيخ في النص. عرفت كيف؟ والله جد. ويقول لك نحن بنحفظ القران، ربنا سبحانه وتعالى في القران يقول للصوفيه انه شيوخكم ديل ما بيسمعوكم، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فلابد يا طلاب الزول ينظر الأمور من ميزان الشريعة والكتاب والسنة. فتعرف نفسك يا طالب، انت ربنا سبحانه وتعالى من خلقك ما خلقك ساكت. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أي لا تؤمرون ولا تنهون؟ لابد الإنسان يعرف نفسه ربنا خلقه في الكون ده شنو يعني؟ هل أنت ربنا خلقك عشان تيجي تقرأ هندسة بس كده خلاص؟ هل خلقك عشان تيجي تقبل مثلا مهندس بتاع مساحة أو بتاع إلى آخر من أنواع الهندسة؟ ربنا خلقك لشيء واحد، الشهادة الكبيرة الأولى، وهي شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله، وهي أن تعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته. ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. ربنا قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيا شباب اللي بيشوفوا الآن حاصل ده فوضى، ده ما عنده علاقة بالهندسة. احنا ما عندنا مشكلة مع إنه زول يقرأ هندسة أو يقرأ غيره من العلوم النافعة عشان ينفع الأمة الإسلامية، ما عندنا مشكلة. عشان ما يجيك واحد تابع للتراب يقول لك شايف الناس دل؟ شايف الجماعة دل؟ يقول لك السلفيين دل شايفون؟ دل لسه في أدلحية وفي التقصير والدلابية. يقول لك الناس طلعوا القمر ودل لسه بيتكلموا لك في صحيح وضعيف. كويس معك؟ أتقول الترابي مش القمر وجا راجع تاني. وانا بحتار يعني شنو التعارض، شنو بينزل عنده لحيه؟ يعني زول لما يعمل له لحيه كان داير يركب الطياره، اللحيه بتدقر معاه في الطياره ولا بيركب؟ كويس؟ عندهم فهم بليد. ما عندنا مشكله ان زول يقرا هندسه، تقرا طب الى اخر من العلوم النافعه تنفع بها المسلمين. لكن يا اخواننا الزول لما يجي يقرا يتقي الله سبحانه وتعالى. كويس؟ يتقي الله سبحانه وتعالى. الطالب من بيت يمرق محترم، البيت من بيت يمرق محترم. عرفت كيف؟ فكلام زي ده، مناظر زي دي لا تشبه الاسلام لا من قريب لا من بعيد. عرفت كيف؟ ولا اخطر من التبرج ولا اخطر من الفوضى الناس اللي قاعدين يتكلموا لك الان دي. ودي مشكلتنا، دي جابتنا من البيت. الواحد من هناك جنب ده النوعيه دي. النوعيه بتاعت انصار السنه وبتاعت الصوفيه. عرفت كيف؟ لأن النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث قال قبل الساعه، ده من علامات الساعه. النوعيه البجاي دي الصوفيه وانصار السنه. النبي عليه الصلاه والسلام قال قبل الساعه سنوات خضاعه يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن، قال ويخون فيها الامين وينطق الرويبضه. الصحابه لما سالوا قالوا وما الرويبضه يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام الرجل التافه يتكلم في امر العامه، يتكلم في الدين، يعمل فيها زول بتاع دين وزول مجرم كبير ما عنده اي علاقه مع الكتاب والسنه. عرفت كيف؟ التصوف يا شباب ويا طلاب، التصوف ليس له علاقه بالاسلام اطلاقا. كويس معاك؟ ليس له علاقه بالاسلام اطلاقا التصوف، انما الفكر الصوفي ينبع من الدعوه الى الشرك بالله عز وجل. زي ما بتسمع في قصيدهم الان البرعي بتاع شيخ الجماعه دل، البرعي بيقول لك في تلت ناديهم قوم صيح لام وارمي الحماله عليهم وابقى منهم وفيهم. ده البرعي. كويس معك؟ والبرعي ده مدينه اكثر من 5 شهادات بتاع الدكتوره، البرعي بتاع الزريبه 5 شهادات بتاع الدكتوره. يقول لك قوم يا اخي ناديهم لي الرجال الله اللي بيزيلوا البي. عرفت كيف؟ ده البرعي شيخ الجماعه دي. فدال دعاة على ابواب جهنم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. زول يدعوك الى الشرك بالله عز وجل، يدعوك الى الوثنيه،
الواضحة ما فيها خلاف. عرفت كيف؟ ذلك يربيك على العبودية للشيوخ. البرع يقول لك أستاذك يا فقير كل له ذليل حقير وأتبع له كالصغير وإياك من الكجار ومعاملة التجار. عرفت كيف؟ يقول لك كده إياك من الكجار ومعاملة شنو؟ التجار. يقول لك كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل. عرفت كيف؟ ناس عندهم مخاخ اخوانا يستعملوا زول يخلوه بدون مخ. زي ما لقاني واحد صوفي قال لي شو الناس زي بولا ده كيف؟ ابن تيميه واحد بيتكلم معي ابن تيميه قال لي وهابي. قال ابن تيميه شنو؟ وهابي. ابن تيميه ده في القرن السابع. محمد الوهاب ده في القرن شنو؟ لو تقريبا زي 200 سنه. وذاك في القرن السابع. ابن تيميه في القرن السابع يبقى وهابي عشان تعرف البلاد دي كيف. عرفت كيف؟ بلاد عديمه مره واحد. ليه؟ لانه الصوفي الزلمه اللي يبقى صوفي ما بيربوك عينك تكون زي شنو؟ تمش تبحث عن الحق تفتش الكتب وتعرف الصح وين والغلط وين. بيربوك انه الكلام اللي بيقوله لك الشيخ تاخده زي ما هو صح غلط تاخده. عرفت كيف؟ لانه بيعتقد انه شيخه بدخله الجنه. يقول لك شيخي ده بدخلنا الجنه طوال. لانه شيخهم قال لهم كده. شيوخهم بيقول لهم ان احنا جهنم دي قفلناه. قالنا قال ابواب الجحيم قال بيدي خلقتها. قال واحد صوفي قال جهنم قال قفل البيبان طق 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 قفل البيبان بتاعته. عرفت كيف؟ بتاعت النار قفلها تب. كويس معاك؟ فيقول لك كده يقول لك من اكل طعامنا دخل الجنه. ده الصوفيه تاكل الكسره بتاعت الشيخ. عندهم عصيده زي كرة التنس تدقها كده تيجي نطة فوق تاني. الملاح والله عندهم ملاح اسمه ملاحهم ثلاثة ده يكبوا لك كده لما بيكونك براو الملاح بيمتشاك براو الملاح براو دي تقول لك دخلك الجنة. والله الذي لا إله غيره من أكل طعامنا دخل الجنة. بتاع الخاتمية طبعا ده لأن هناك ناس أمخاخ دي عجيبة جدا جدا. قال الشيخ سموه الخاتمية ليه؟ قال سموه الخاتم قال لأنه ختم الولاية. ثاني ولي ما في. طب اي ثاني اخر واحد هو ولي. عرفت كيف؟ التجانية احمد التجاني قالوا خلاص هو ختمه برضه هو ولي. عرفت كيف؟ بل بيعتقدوا انه خاتم الانبياء خاتم الاولياء افضل من خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ده الصوفية. الصوفي يقول لك احنا بنحب النبي عليه الصلاه والسلام. ذول بيعتقد انه الشيخ بتاعه افضل من النبي عليه الصلاه والسلام. يقول لك خاتم الاولياء افضل من خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ ده الصوفيه. تعال الخاتميه اللي سموه خاتم ليه؟ قالوا ختم الولايه. عرفت كيف؟ قالوا الولايه ختمها. طب ثاني ولي ما في. نهايه. ده قال خاتم الولاية. وربنا قال على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ربنا قال أي زول آمن واتقى ده بيكون ولي. الولاية مفتوحة إلى قيام الساعة. أي زول آمن واتقى الله سبحانه وتعالى بقى بعيد من المعاصي بعيد من المتبرجات ده يبقى ولي الله سبحانه وتعالى. وكل ما ذلك كان أكثر توحيدا وكان أكثر طاعة لله عز وجل بيكون قريب من الله سبحانه وتعالى. ده قال ختمة. كويس؟ ده كلام مخالف للقرآن الكريم الذي يدعي الصوفية أنهم شنو؟ يحفظونه ويحفظونه الناس. بعد شوية زود لما مات الخاتم الكبير لما مات الجماعة اللي وراه ذاك ما قال ختمة. ده كان ده قال أنا ولي هيقول له لا لا أنت ما ولي. آخر واحد الخاتم محمد عثمان المرغني. المرغني الكبير ده ختمة خلاص. كويس؟ ده واحد تاني سموه تاج السر. سموه تاج السر. ده قال شال سموه سر الخاتم. أي واحد اسمه سر الخاتم جاي من الفهم ده، أنا فاهمك ليه. أي واحد تلقاه جاي من الشمالية سموه سر الخاتم، ده الفهم بتاع الموضوع. قالوا شال السر بتاع الخاتم ده. سحب منه سر كده بتاع الخاتم الكبير. أدى له وقال قبل ما يموت لز له السر. بقى هو سر شنو؟ سر الخاتم. الخاتم ده. ده لما انقرض مات جاء واحد تاني بعده ذاك سموه تاج السر. قال هو شال التاج
بتاع الزهر عنده السر من الخاتم ده. والله ده ناس اخوان ناس بالطريقه دي يجي يقول لهم الشيخ الكبير بتاعهم، يقول لهم النبي عليه الصلاه والسلام جاني في النوم قال لي انه من راك دخل الجنه. قال الزول بيشوف الشيخ، اللي بيشوف الشيخ كده خلاص بيخش الجنه. عشان كده بتلقى الجماعه الخاتميه، بتلقى الخاتميه الان مين يشوفوا الشيخ بتاعهم بيقول لك شنو؟ بيقول لك عاش ابو هاشم، عاش ابو هاشم. دي معناها شنو يعني؟ يعني بيعاين للشيخ كده، لما يعاين للشيخ الشيخ يعاين له بيدخله الجنه. قال انه النبي صلى الله عليه وسلم قال له انه من راك دخل شنو؟ يعني كان عاينت لزول طوال يخش الجنه معك. عشان كده بيقول له نظر ابو هاشم، عشان يعاين له كده. قال له من راك ومن راك من راك ومن راك من راك من راك من راك دخل الجنه، شد خاشين الجنه. عرفت كيف؟ فشيء عجيب جدا جدا. قلنا لهم النبي عليه الصلاه والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شافوا ناس كفار عديد، كفار تب، شافوا النبي عليه الصلاه والسلام الافضل من شاهد ده بالاف المرات. كويس معك؟ محمد صلى الله عليه وسلم شاف كفار، في كفار شافوه بيخش الجنه، النبي عليه الصلاه والسلام يدخل الجنه. ده ال 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 الصوفي او الكافر الشافه النبي عليه الصلاه والسلام، الكافر الذي راى النبي صلى الله عليه وسلم هل يدخل الجنه؟ ما يدخل. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يؤمن بي يهود، قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا شنو؟ الا دخل النار صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ والله لا الوهابيه دي الجوك. والله يا صوفي خلي بالك معي، اي صوفي شارب من حياه حامد بابقر انجغم، ما عنده حياه خلاص. حامد بابقر انت عرفت كيف؟ اللي زارك جاي في الشارع، خلي بالك اللي زارك. نقول اللي زارك زي ما بقول لك الجماعه، اخوك كان حرقوا له صلعه انت بين راسك، فهمت الحاصل؟ اللي زارك انت. كويس عمل ولاد البغادي ده، البلاد اللي اسمه عبد الواحد الذي لا يعرف الواحد، عرفت كيف؟ ده ناظروه مئات المرات، ناظروه لما شبع ذاته ما عنده اي حاجه. كويس؟ ناظروه لما روحه مرقت، كل ما يناظروا في ناس بيعاصروه من برا، في ناس قاعدين يخوفوه بيقولوا له بيجيبوا تاني راجع، عرفت كيف؟ عشان كده ده الناس مجرمين ساخر اخواننا. زول بيجي من هناك دافع له قروش عشان يجي يعمل جلب يعمل فوضى، عرفت كيف؟ يعمل جلب يعمل شنو؟ يعمل فوضى. فالكلام كثير جدا في هذا الموضوع، وانا ان شاء الله تبارك وتعالى افتح الفرصه ان شاء الله لاخونا وشيخنا مزمل. ها؟ طيب لو في اي زول عنده اعتراض على الكلام اللي احنا قلناه ده، شايف انه الصوفيه كويسين، شايف انصار السنه المردانين ديل، ها؟ الجناح بتاع الكيزان ده رافض من روافد الاخوان المسلمين، الانصار السنه عنده راي في الكلام ده، يجي يورينا الكلام ده. نحن ما في اي زول مال عندنا هنا تاب الى النبي عليه الصلاه والسلام، ده الراي الواحد بس محمد بن عبد الله. وان شاء الله تبارك وتعالى نحن دعواتنا دي مستعدين نموت فيها تب في سبيل الله، عرفت كيف؟ بالحجه والبيان، اصل ما حيتوقفنا ما في، عرفت كيف؟ وزي ما قال الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي، قال ليس بقوتنا ولا بفصاحتنا ولا بقوتنا، قال في البيان، قال ولكنها السنه شنو؟ تشق طريقها، لكنها شنو؟ السنه تشق طريقها. الشغله دي ماشيه، عرفت كيف؟ الشغله دي ماشيه، عرفت كيف؟ واقول لك يا زان اي كوز قول لي شغل النبي مش اليوتيوب، امشي اقفل اليوتيوب ده، شغل ده ماشي. والله تلقى شباب الواحد مفلفل شعره زي ما سامر الزيكي، عرفت كيف؟ يلين فيك. والله اللي قلت لي يا جماعه واحد لابس بنطلون كوبايه، تعرف الكوبايه؟ بنطلون عجيب زي جاب البندقيه. لقيته لامن لك في واحد صوفي زارينه لك زرع حيروا لك زرع. ده اسمع يا جماعه؟ لقيته لك بيحضروا القناه، قلت لهم بتعرفوا قناه مزمل؟ قال لي كيف يا اخي؟ طوال احنا في الشغل ده هناك جوا. فده اللي فيهم الحاصل، كويس معاك؟ فيهم عرف انه العقيده دي العقيده، ده التوحيد. والشغل ده ماشي ومنتشر وماشي لقدام، كويس معاك؟ لان ده دين الله، الدين بتاع الله ده زول بيوقفوا ما في اخواننا، ما في زول بيوقفوا اطلاقا، دعوه الحق ما في زول بيوقفها. ويجي زول يتملص عن الدعوه الحق ربنا بيذله في الدنيا والاخره. لو عندك دكتوراه، لو عندك كتب، لو عندك قروش، عندك اي امكانيات، خليت دعوه التوحيد ربنا بيذلك، عرفت كيف؟
وانا اكتفي بهذا القدر ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا ما في زول داير يناقش، ما في زول داير يفتح، ما عنده نفتح الفرصه ان شاء الله تبارك وتعالى لمتحدث بعد. الفرصه مفتوحه للحوار النقاش، الفرصه مفتوحه للحوار النقاش. نحن ما بنقيم الحد على اي زول، في واحد برا هنا قال بيقيموا عليك الحد، كويس؟ لا لا، ديل ما نحن، ديل ما نحن. الجماعه بشوفهم في اليوتيوب ديلك الجبنه بتاع داعش، ها؟ بتاع داعش ديل ما عنده علاقه بالاسلام اطلاقا، وده ما يمثل الدين في شيء اطلاقا. التفجيرات دي باطل، فجرت نفسك جهنم طوالي، ده اسمه قتل النفس، ده ما جهاد، ودي ما شغلتنا. يعني احنا لو اصلا شغلنا شغل تفجيرات وضرب وقتل وضبح، ما بجينا باي شيء لي سماعه واجي اتكلم هنا، عرفت كيف؟ ما بجيك بسماعه، بجيك بحاجات ثانيه، كويس معك؟ اخلي لك الجامعه دي شفت كيف؟ حياتها واقفه فيها ما في، لكن ده ما دين، ده ما اسلام، ده احنا بنقدر نتناقش مع الناس نقاش علمي، ايه وحديث، عرفت كيف؟ انصار سنه غشاك الهواري، غشاك عبد الرحمن حامد، تعال نوريك. عبد الرحمن حامد ده قريت معه وبعرفه، ده عيان مرضان تب، عرفت كيف؟ انصار سنه بنوريك، كوز غاشنك بنوريك الحاصل، بقي صوفي راسك ملان حما، بطنك دي فيها جوا محايات، بنعمل لك عمليه بتاع الشفط، نشفط لك المحايات دي لما تفهم الحاصل، عرفت الحاصل؟ لا بندقك لا لكن بالمنطق بالحجه، منطق وحجه، عرفت كيف؟ الفرصه مفتوحه للحوار النقاش. اي سؤال اي استفسار زول بيسالك ما في، ما قادر تناقش، اكتب في ورقه، عندك اي سؤال اكتب في ورقه، انا جايب لك، عرفت كيف؟ ما بتقدر تتكلم اكتب في ورقه، انا جايب لك.